خلينا نروح بقى لمراسلنا مينا ماهر، مراسل قناة الأهلي من مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ونعرف منه آخر أخبار النادي الأهلي اللي احنا بنكون كل يوم حريصين ان احنا يعني نطلع حضراتكم بيها. مينا صباح الخير، وتفضل مينا سامعينا. أنا هوان، تحياتي ليك يا كريم، بصبح عليكم صباح الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وإن شاء الله يكون يوم مليان بالخير والتفاؤل على كل الناس. أنا هنا في النادي الأهلي فرع الجزيرة، يعني يمكن بدأ توفد الأعضاء على مقر النادي في الساعات الصباحية في اليوم لتأدية جميع التدريبات الصباحية اللي طبعا متعودين عليها بشكل يومي. بالنسبة للطرق المؤدية للنادي، يعني يمكن أنا طريقي كان فيه سلاسة مرورية بشكل كبير جدا. الساعات الأولى من اليوم بيبقى بصراحة ما فيش كثافة مرورية على غير باقي اليوم. درجة حرارة في النادي بصراحة النهاردة في نسمة هواء ساقعة شوية بصرف النظر عن الشمس، لكن في خلاص الجو بدأ ندخل في أجواء الشتاء والجو الساقع. نروح بقى للأخبار الرياضية في النادي. يعني الاتحاد المصري لكرة الطائرة أعلن مجموعات الدور التمهيدي للدوري. يمكن الأهلي حامل لقب كان في المجموعة الأولى بجانب فريق القناة وبتروجيت والشرقية للدخان ومصر للبترول ونادي هولي ليدو. منتخب مصر كرة السلة أيضا استدعى 5 لاعبين من الأهلي المشاركة في معسكر الاستعدادي تصفيات المنطقة 5 الأفريقية، منهم اللاعب حاتم البحيري وإيهاب أمين وعمر الجندي ومحمد أبو النصر واللاعب عمر طارق. نروح بقى لفريق السلة للسيدات، يعني يمكن فريق السلة للسيدات بجميع الأعمار بيقدم موسم أكثر من رائع. يعني يمكن فريق السلة الأهلي بنات تحت 16 سنة قدر أنه يفوز على نادي مدينة نصر بنتيجة 42-22 ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط. وأيضا فريق السلة تحت 14 سنة يفوز فوز كبير جدا على مركز شباب الجزيرة بنتيجة 80-17 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. نروح بقى لفريق الكوره، يعني عارفين طبعا ان كوتش موسيماني ادى راحه سلبيه للاعبين ال 48 ساعه اللي فاتت، لكن النهارده ان شاء الله هيكون في تدريب استعدادا لمباراه طلائع الجيش، المباراه الختاميه طبعا في الدوري المصري. النهارده التدريب هيكون في تجمع الساعه 4 مساء، وبعد كده الساعه 5 يبدا التمرين. طبعا كلنا عارفين ان كوتش موسيماني بيبقى في قبل التمرين تجمع كده بين اللاعبين، بيكون في محاضره لا تقل عن 35-40 دقيقة. ده خلاص يعني زي بروتوكول اتعودنا عليه. كوتش موسيماني بيقعد يتكلم في كل كبيرة وصغيرة في الفرقة، وبيقعد يدي محاضرات نظرية كبيرة جدا للاعبين، وده طبعا يعني باين في أداء النادي الأهلي الفترة اللي فاتت. نتمنى إن شاء الله أن يكون ماتش طلائع الجيش القادم بروفة قوية جدا للنادي الأهلي استعدادا إن شاء الله لنهائي بطولة أفريقيا، حلم كبير كل جماهير النادي الأهلي بيتمنوه. دي كانت أخبارنا وكواليسنا هنا فرع النادي الأهلي بالجزيرة. أنا معاكم لو في أي استفسارات على مدار اليوم. عودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. شكرا لك زميلنا العزيز مينا ماهر، ودي كانت أخبار النادي الأهلي.